نستخلص من جميع هذا أن سجود التلاوة مشروع، وأن حكمه فيه خلاف، قيل أنه واجب وهو قول الحنفية وهو قول سماحة الشيخ حفظه الله، وقيل أنه ليس بواجب وهو قول الجمهور وقول شيخنا القنوبي حفظه الله. اختلفوا في سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ قول الجمهور أنه ليس بصلاة، ولذلك لا يشترط فيه شروط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة والوقت وما إلى ذلك. وقول الإمام أبو سعيد الكدمي رحمه الله تعالى وهو قول شيخنا القنوبي أنه ليس بصلاة، ليس بصلاة ولا يشترط فيه شروط الصلاة. يجوز للإنسان أن يتعمد قراءة آية السجدة، وإذا قرأها في الفريضة أو في غيرها فإنه يسجد مباشرة، وإذا قرأها الإمام ولم يسجد فإن عليه أن يتبع الإمام. لو أن إماما قرأ آية السجدة ولم يسجد الإمام فإنك لا تسجد، وإنما تنتظر، فإذا سلم الإمام تقرأ وتسجد فيها بعد ذلك. هذه هي المسائل. طبعا ذكرنا أيضا أن السجدات كلها تسجد ما عدا السجدة الثانية من سورة الحج، ثانية الحج لا تسجد، في سورة الحج سجدتين، الأولى تسجد والثانية لا تسجد. طيب لو قال إنسان أنني سأسجد في السجدة الثانية من الحج، فماذا علي؟ الجواب تكون سجدت في موضع لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه، وهذا يعني كأنك سجدت في أي موضع من القرآن لم يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد فعلت أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تنوي بهذا السجود التقرب إلى الله عز وجل، فتكون تقربت إلى الله عز وجل بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نبه يعني في الأخير إلى مسألة لعل بعضكم يلاحظها عندما يقرأ قراءة جماعية، عندما يقرأ في حلقة قرآن، فإن الذي يقرأ آية السجدة يسجد ويجهر بالتكبير ويرفع هو أولا في الرفع من هذا السجود، وهذا ذكره أهل العلم أنه يكون كهيئة الإمام لهم، ولا يشترط لذلك أن يكون هذا الإنسان الذي تلا في المقدمة، لو كان هو في المؤخرة يعني لو كان حلقة هكذا وكان هو في الجهة التي أبعد عن القبلة لا يشترط أن يتقدم في الأمام ويكبر ويكبرون من ورائه ثم يسجدون جميعا ثم يكبر هو أولا ثم يرفعون، لا يشترط ذلك، وإنما قالوا يسجد هو أولا ويجهر بالتكبير ويسجد ويسجدون معه ثم يرفع هو أولا بالتكبير ويرفعون بعد ذلك، يكون كهيئة صلاة الجماعة. هذه يستقبلون القبلة، يستقبلون القبلة خاصة عند التمكن وعند اليسر فهذا أفضل، ولا يعني أن الإنسان إذا قلنا أن صلاة سجود التلاوة ليس صلاة ولا يشترط فيه شروط الصلاة أو أنه ليس بواجب، هذا لا يعني أن الإنسان يتهاون، يعني الإنسان يقول إذن إذا كان المسألة فيها خلاف إذن آخذ بأي قول أن سجود التلاوة ليس واجبا وأنه ليس صلاة، فإذا أردت سجود يعني أسجد على حسب الظروف، لا، بل يجتهد أن يسجد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أصحابه بشيء ما كانوا يسألون هل هذا واجب أو مستحب فقط، لا، بل كانوا يسارعون إلى الطاعة. كيف والإنسان يجد الفرصة لكي يتقرب إلى الله عز وجل ويسجد ويتشرف بأن يضع أعز شيء عنده هو جبهته على الأرض خضوعا لأمر الله عز وجل؟ وقد ورد أن الشيطان إذا قرأ ابن آدم السجدة قام الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فالجنار. فإذا كانت لما تسجد الشيطان يبكي فأبكي، كلما هذاك تقدر تبكي أبكي، وكما يقول الله تبارك وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، فالإنسان ما يتثاقل عن السجود حتى وإن كان يعني كما ذكرنا في السيارة أو في أي موضع ولم يستطع أن يسجد فلا أقل من أن يسجد بالإيمان، فإن هذا السجود يجده عند الله عز وجل
بعد ذلك ويسعد به. أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك لي ولكم.